السماء. عايزك تقول لي اصعب لحظه مرت عليك وانت في الطياره. مفيش ولا لحظه صعبه. والله العظيم بجد كنت مبسوط قوي. يلا نسمع الفويس نوت ونشوف بقى كان شعورك ايه قبل ما تركب الطياره. يلا. طيب هو مبدئيا انا متحمس جدا جدا جدا، نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي باب الطياره قدامي بتفتح ونط في الجو. دي اول حاجه. تاني حاجه هقول لابني اني بحبك قوي وكان نفسي تبقى معايا، بس انا اوعدك لان انا عارف انك لما هتشوفني بتعمل كده هتبقى هتبوت وتعمل كده، انا اوعدك ان احنا هنعمل كده مع بعض ان شاء الله قريب جدا. لا كيلاني اثبت ان هو مغامر من الدرجه الاولى وما بيهموش اي حد قبل الطياره وبعد الطياره. نرجع تاني لمغامرتك في السماء وقول لي شفت مكادي والغردقه وانت جاي ازاي؟ بص مفيش حاجه ممكن تتقال اوصف لك حلاوه بجد اللي شفته، يعني شكل الميه، شكل البيوت، شكل راكب وهي ماشيه في الميه، درجات لون الميه، يعني لا يا جماعه حاجه فظيعه بصراحه. اما بتيجي في مكان فيه بحر حلو زي ده، ايه الاكتيفيتي اللي بتعملها على البحر؟ انا لما باجي مكان فيه بحر صيف شتاء لازم انزله. صيف شتاء ما يهمكش. يلا نختم مغامرتنا بسيلفي في ميني ايجيبت بارك مع المعالم السياحيه اللي وراك كلها. يلا يلا بينا.